اهلا وسهلا الفنانه العظيمه هاله فاخر. ربنا يخليك العظمه الفنان العظيم فاخر الله يرحمه. ربنا يخليكي. قولي لنا بقى حاجه فاطمه. نعم. حضرتك جربتي المنتج؟ يا بقى من 24 لغايه دلوقتي وجلال الله وعزه الله. اربع سنين ما شاء الله. ما شاء الله. ده مجموعه المناعه اللي يطلق عليها الساحر. طيب. بتشد العضلات وبتجي من الامراض والوباء. والله انا ست كبيره مسنه عندي 68 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. تعيشي يا استاذه هاله. ربنا يديك الصحه. اللهم صل على النبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وفضله. وعندي السكر. تمام. السكر بيعمل نقص مناعه وربنا كرمني وبعت لي مجموعه. شفت على قناه ازهري كان الدكتور خالد النجار بيجي كل اربع. تمام. ودلوقتي بيجي كل 15 يوم. اقعد استناه الساعه 6 على قناه ازهري. تمام. واحنا معانا الدكتور اهو على قناه الحدث. اهلا بيك يا حاجه فاطمه. اهلا دكتور خالد معاك اهو. الدكتور خالد اهو هيكلمك يا حاجه فاطمه. ازيك يا حاجه فاطمه؟ اهلا دكتور خالد هنا معاك في البرنامج برضه. نعم. اهلا الدكتور خالد النجار معاك. اهلا وسهلا معالي الدكتور خالد النجار. ربنا يزيدك علم وعلم 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 وعلم. الله يخليك ويبارك لنا فيك ويطمنا عليك دايما يا رب. الله. انا كنت بتعالج عند الدكتور وليد بقالي 3 سنين في مركز اسيا. تمام. هو يعرفني. تمام. لما كنت بتيجي بقى مع حضرتك معاه في البرنامج وهو يعني كلامه مسجل يعني كلامه ثقه ماركه مسجله. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه يا حاجه فاطمه ويخليكي كده لينا ويديكي طولة العمر يا رب ويبارك لنا فيكي. شكرا يا حاجة. شكرا. الحاجة فاطمة بتقول عندها 68 سنة. طبعا انا لما حد بيتصل ست تلقائية جميلة. ما شاء الله يعني. اربع سنين ده يعني دي لفتت نظري ان انا بقول لحضرتك هو بتستمري عليه على طول ان ما فيش منه اي مشكله. احنا ده مش دواء ولا حاجه بتتاخد مؤقتا. انا بدي حاجه بيسموها ديلي ريكويرمنت او الاحتياج اليومي من المنتج. أيوه. او من المكونات حضرتك. لو احنا لو رحت للدكتور دايت معين مش عشان تخسي عشان يظبط لك الحياه الصحيه بتاعت حضرتك. هيقول لك مثلا كلي مثلا الياف بشكل معين بروتين بشكل معين وحاجه فيها فيتامين. أيوه. طب ما انا وفرت ده كله في كيس.